والآن مشاهدينا إلى هاشتاغ كورونا، ونرصد فيه اليوم تفاعل الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي. وتنضم إلينا جهيدة رمضاني. أهلا بك جهيدة معنا. إذن الهاشتاغ الأول حول فيروس كورونا نوعا ما، وبيان رئاسي فهم بشكل خاطئ أو أثار جدلا ما حول الإجراءات المفروضة، مما استدعى إصدار بيان آخر. نعم صحيح، مساء الخير ديما ومساء الخير لكل مشاهدي تلفزيون العربي عبر برنامج شبابيك. إذا كما قلت، بيان رئاسي فهم على أكثر من صعيد وتم تحميله على أكثر من محمل، ما جعل الرئاسة تسارع بإصدار بيان توضيحي آخر. يتعلق الأمر بفرض حجر على الولايات المتضررة وهي 19 ولاية، وفي رواية أخرى 29 ولاية، وفهمت الأرقام أيضا خطأ. والبيان كان يتحدث عن فرض الحجر من وإلى هذه الولايات لمدة أسبوع كامل بدءا من يوم الخميس المنصرم. هذا البيان جاء بعد اجتماع دام لأكثر من 6 ساعات، جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالطاقم الحكومي نظرا لتطورات الوضع الصحي في الجزائر وما تعلق بملف كورونا. أيضا ديما لا أخفيكم أن اليوم قبل قليل أو قبل دخول هذا الاستوديو تم الإعلان الرسمي عن أرقام اليوم. اليوم هي أكبر حالات إصابة عرفتها البلاد منذ دخول فيروس كورونا الجزائر. 470 حالة جديدة تم تسجيلها اليوم، بالإضافة إلى تسجيل 8 وفيات اليوم، وهي أرقام كبيرة، ما يجعل عتبة الإصابة بكورونا تتعدى 18 ألف إصابة في الجزائر، بالإضافة إلى 1000 حالة وفاة. هذا البيان إذن أعود إليه ديما جعل الكثير من المتابعين بعضهم يتذمر، بعضهم يقول أنه غير واضح، وطالب ببيان توضيحي آخر. التغريدة الأولى لرياض هويلي. رياض هويلي قال في صفحته الرسمية على الفيسبوك: اجتماع لأكثر من 6 ساعات في الأخير يتم إصدار بيان لا أحد تمكن من فهمه. الجزئية التي أثارت جدل واسع هي جزئية التنقل بالسيارات، وخاصة في نهاية الأسبوع في الجزائر التي تصادف يومي الجمعة والسبت. وفيما يخص التنقل بالسيارات الخاصة، بعضهم فهم أن التنقل بالسيارات الفردية الخاصة ممنوع، والبعض آخر فهم أن التنقل بالسيارات الأجرة وحافلات ممنوع، وتم هذا اللبس بين السكان في هذه الولايات. فيصل ميطاوي وهو صحفي آخر رد على رياض هويلي وقال: البعض يحتاج للخشيبات والقرايصات حتى يفهم، وهذا ربما معنى نقوله لمن هو فهمه بطيء. الإشكال أيضا وقع في نوعية الولايات، من وإلى الذهاب إليها، وتوقيتها من الخميس من 12 ليلا إلى الأحد وهي بداية الأسبوع 5 صباحا. مولود حشلاف وهو قيادي بحزب طلائع الحريات قال في تغريدة أخرى على صفحته الرسمية على الفيسبوك: على المصالح المعنية إصدار البيانات التوضيحية للحالات الاستثنائية ونقل البضائع والمحلات ومواقيت الحجر وتنظيم وقت عملها. أسئلة مبهمة، فلا داعي لتكرار أخطاء الحجر الأول. تواترت التغريدات لمختلف الجزائريين عبر مواقعهم، خاصة الجزائريين الذين كانوا على سفر. ليلى بوزيدي في صفحتها الرسمية قالت: ومن يسكن في حدود ولاية تيبازا، وهي ولاية تيبازا تبعد عن ولاية الجزائر بحوالي 50 كيلو، ويشتغل في العاصمة، كيف سيعيش ومن سيتكفل به؟ أم أن العشوائية هي سيدة الموقف؟ نعم جهيدة، نتمنى السلامة للجميع. ويبدو أن هذا الارتفاع الكبير يعني بعدد الإصابات والوفيات هو ما دفع والي سطيف لتوجيه يعني نداء أو ليتوعد طبعا، ويأمل من المواطنين عدم مخالفة قواعد السلامة العامة. نعم، سنتحدث عن ما قاله والي ولاية سطيف، لكننا قبل ذلك سنتابع هذا التصريح لوالي ولاية سطيف ثم نعود. ما هذا ابتداء من الساعة 1 صباحا إلى غاية 5 صباحا، من 1 مساء في الظهر يصلوا الظهر، ما نحب حتى واحد برا. وراني قلت لك نقيم، والله ما نقعد غدوة. جو 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 ج
ندور في ستيف نروح البازر سكران نروح ونحب. جو فو ان كونفينمون توتال. لكن ماهوش حجر من العجل لحجر. سي با ان كونفينمون بور كون فيني الناس فقط. جو فو ان كونفينمون ستريكت. جانسيست بوكو. ان كونفينمون ستريكت. اضربوه يعرف ما اضربوه. نعم. هذه اللغة. إذا في الجزائر في الموروث الشعبي الجزائري نقول هذا المثل اضربه يعرف مضربه أو اضربه يعرف مضربه بمعنى اضربه يعرف مكانه. والي ولاية سطيف صرح بهذا التصريح عقب تسجيل هذه الولاية أعلى نسبة إصابات في البلاد وتصدرت قائمة الولايات الأكثر تضررا من فيروس كورونا لأكثر من أيام متتابعة، ما جعل والي ولاية سطيف يقول ويقر بأن الحجر سيكون كلي على هذه الولاية وتقريبا هو الآن على معظم ولاية سطيف خاصة باعتبارها الأكثر تضررا. وقال أنه حتى التراخيص المقدمة من الولاية لأصحاب سيارات أو الذين يشتغلون في مؤسسة رسمية سوف يتم إلغائها، لذا فالحجر مفروض على الكل دون استثناء، ومن يخالف سنضربه ليعرف مضربه، هكذا قال الوالي. وهذا التصريح لم ينل يعني إعجاب واستساغة سكان ولاية سطيف وهي ولاية تأتي في شرق العاصمة الجزائر، من بينهم رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية وهو الدكتور إلياس مرابط كان له رأي آخر وقال أن ما قاله والي ولاية سطيف محمد بالكاتب منطقي وصحيح لأنه لا يتم حاليا احترام شروط الوقاية وشروط التباعد الاجتماعي، ما يفرض هذه اللهجة التوعيدية أو التصعيدية أو الحدة في التصريحات. قال السيد إلياس مرابط في صفحته الرسمية على الفيسبوك كاين اللي غاضوا الحال، يعني هناك من زعج من تصريحات الوالي، ولكن أي لغة تقترحونها علينا حتى يفهم ما يقوله هؤلاء، بمعنى كان مع هذا التصريح وقال لم يتبقى لنا من لغة أخرى ليلتزم الجزائريون بشروط التباعد الاجتماعي وبشروط الحجر. في الزاوية الأخرى هناك تعليق آخر ويتناقض مع تعليق سيد الياس مرابط لإعلامي اسمه زوبير فاضر في صفحته الرسمية على الفيسبوك وقال الآتي: الجزائريون في حالة ضغط وحزن كبير وهناك مآسي يعيشونها تسبب فيها فيروس كورونا، نحن بحاجة للتهدئة والمواساة لا للتهديد يا والي سطيف، نحن لسنا كلابا أكرمكم الله. وكان هذا نوع من الرد على ما قاله والي ولاية سطيف. قبل أن أختم أشير أن هذه الولاية تشهد أكبر حالات إصابة في الجزائر لأيام متتالية، والجزائر حسب تصريح وزير الصحة الجزائري اليوم عبد الرحمن بوزيد قال أن الوضع مقلق جدا. نعم جهيدة، نتمنى السلامة للجميع بكل تأكيد، وعسى أن تحمل التعليقات الأسبوع المقبل أخبارا متفائلة. شكرا جزيلا لك.